السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا أعزائي التلاميذ، وفي مجال الأعياد والحفلات سنتحدث عن حكاية ستروقكم. السؤال المطروح الآن: إذا ارتبط بك التلميذ وقال أستاذتي أحبك، وقال أستاذتي اشتقت إليك، ألا يزيدك ذلك حماسا بالاشتغال أكثر؟ ألا يزيدك فخرا بالنسبة لي؟ طبعا سيزيدني فخرا وسيزيدني تشجيعا بالعمل أكثر مع أبنائي، وهو موضوع حكايتنا اليوم. إنما أحداثها مختلفة. نحتفل بأستاذنا، ما هي توقعاتك حول أحداث الحكاية؟ إذا التلميذ العزيز، احتفظ بفرضياتك إلى نهاية الحكاية. الآن سنستمع معا. نحتفل بأستاذنا. علمت سعاد وسمير وأصدقاؤهما في القسم بشفاء أستاذهم وقرب عودته إلى العمل، فعزموا على إقامة حفلة صغيرة بمناسبة شفائه. قالت سارة: نخبر السيدة المديرة ونأخذ موافقتها. قال سمير: لا بد من توزيع المهام بيننا ليقوم كل واحد منا بدوره. ابتهجت المديرة بفكرة التلاميذ واقتراحهم، وعرضت عليهم مساهمة المدرسة في الحفلة. وفي يوم الاحتفال زين الأطفال قسمهم بكل ما يليق لاستقبال أستاذهم. اشتروا الحلويات والمشروبات ووضعوها على الطاولات. قالت سهاد: أين الهدية التي جاءتنا بها مديرة مدرستنا؟ وأين باقي الهدايا التي اشتريناها؟ قالت سارة: كلفنا بها عليا. أراه لم يحضر بعد، لقد تأخر واقترب موعد وصول أستاذنا. قال سمير: لا تقلق يا سعاد، سأذهب للبحث عنه، فالمهم أن نفاجئ أستاذنا. نعم، يجب أن لا يعلم أستاذنا بأننا نقيم له حفلة. وما هي إلا دقائق حتى وصل الأستاذ أمام باب القسم صحبة المديرة، لكن علي لم يحضر بعد، وكذلك سمير الذي ذهب للبحث عنه. وما إن فتح الأستاذ باب القسم حتى وقفنا جميعا نردد: عودة ميمونة يا أستاذنا العزيز. بقي أستاذنا واقفا في مكانه مندهشا ودموع الفرحة تنزل على خديه. شكرا لكم يا أبنائي وبناتي، لقد أدخلتم الفرحة إلى قلبي. قالت المديرة: هيا يا أطفال، قدموا لأستاذكم الهدايا. وفي الوقت الذي قامت فيه سعاد لتعتذر للمديرة، دخل سمير ومعه علي يحملان الهدايا. ها نحن وصلنا، أليست مفاجأة سارة؟ فرحت سعاد وباقي التلاميذ وقدموا الهدايا لأستاذهم، ثم انطلق الحفل. إنها بالفعل حكاية جميلة تقدم عمل الأستاذ. إذا على ماذا اتفق التلاميذ؟ مهلة التفكير بطبيعة الحال، وكما استمعتم اتفق التلاميذ على إقامة حفل للأستاذ. طبعا وما مناسبة إقامة حفل للأستاذ؟
إذا المناسبة هي شفاؤه من المرض، أو نقول أقام التلاميذ الحفلة بمناسبة شفائه. من وافق لهم على إقامة الحفل؟ إذا بطبيعة الحال لا نقيم الحفل إلا إذا طلبنا إذن من الإدارة. إذا المديرة وافقت على إقامة الحفل. ثم من تكلف بإحضار الهدايا؟ إذا كما سمعنا جميعا التلميذ علي هو من تكلف بإحضار الهدايا. الآن ننتقل إلى إحساس الأستاذ بهذه المفاجأة. إذا كيف كان إحساسه بذلك؟ أن وقف مندهشا والدموع تسيل على خديه على إثر هذه المفاجأة، وهو شعور طبيعي. الآن ننتقل إلى عناصر الحكاية. إذا عناصر الحكاية نبدأ بالشخصيات. شخصيات الحكاية وهي سعاد وسمير وعلي وسارة والتلميذات والمديرة والأستاذ. أما زمان الحكاية فطبعا يدور في الموسم الدراسي أو خلال السنة الدراسية. والمكان الذي أقيم أو وقعت فيه الحكاية هو ساحة المدرسة الإدارة وحجرة الدرس. انطلاقا من الحكاية استعملنا مجموعة من الكلمات وتحدثنا عن الأستاذ. أنت الآن يجب أن تنسج جملا من محيطك تتحدث عن جدتك مثلا، فتقول علمت بشفاء جدتي، عزم ثم تكمل، يخبر ثم يأخذ، زين ردد، أدخلتم الفرحة، شكرت. ومن خلال هذه الأحداث يمكنك أن تنسج حكاية جديدة عن جدتك. إلى هنا ينتهي درسنا، وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.